أهلا بكم في فقرة كورونا وحياتنا. لم يترك فيروس كورونا مجالا اقتصاديا إلا وترك فيه بصماته، ولم يسلم القطاع المالي من تداعيات التباعد الاجتماعي والحجر والابتعاد عن التلامس، حيث ارتفعت نسبة الاعتماد على المعاملات المالية الإلكترونية وخاصة المحافظ الرقمية التي عرفت نموا غير متوقع خلال الأشهر الماضية. لم تعد المعاملات المالية الرقمية ترفا في ظل فيروس كورونا، وإنما أصبحت حاجة ضرورية فرضها التباعد الاجتماعي والحجر، ومحاولات تقليل استخدام النقود الورقية كناقلة محتملة للفيروس. والمحافظ الرقمية هي بالضبط ما يدل عليها اسمها، بالطريقة نفسها التي تسحب بها محفظتك للدفع أو تخزن النقد فيها. تسمح لك محافظ الهاتف المحمول بتخزين المال عبر شريحة توضع في الهاتف أو عبر تطبيق إلكتروني، وتستخدم لإرسال المال واستلامه ودفع الفواتير. الفرق هو أنه يمكن القيام بكل العمليات المالية، ولكن بطريقة أسرع ومن دون الخروج من المنزل أو الاستفاف بالطوابير. هذه التقنية ليست وليدة اليوم، إنما انطلقت من أفريقيا، حيث يقل عدد العملاء المصرفيين، ما دفع شركات التكنولوجيا إلى ابتكار تطبيقات المحافظ الرقمية لتسهيل حركة الأموال بين الناس. في العام 2019 وصل عدد الحسابات المسجلة في تطبيقات المحافظ النقدية إلى 1 مليار حساب، مع ما يقرب من 2 ملياري دولار من المعاملات المالية اليومية. وتشير التقارير الدولية إلى أن هذا الرقم تضاعف في بعض البلدان خلال انتشار كورونا. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، بدأت مصر والأردن والعراق ودول الخليج في إدخال خدمات المحفظة الإلكترونية، سواء أكان من خلال البنوك أو التطبيقات والشرائح التي لا تتطلب وجود حساب مصرفي. ومع انتشار كورونا، قامت أكثر من 12 دولة بتخفيض العوائق أمام المحافظ الرقمية لتسهيل تحويل الأموال، خاصة من المنظمات الإغاثية. وتؤكد التقارير الدولية أن المحافظ الرقمية هي مستقبل تبادل الأموال في العالم، وكورونا شكل الدافع إلى تسريع العملية الانتقالية هذه. ينضم إلينا من الدوحة مهندس تكنولوجيا للمعلومات أيمن قدورة. مرحبا بك يا سيد أيمن. ما هي المخاطر التي تحيط بالمعاملات المالية الرقمية؟ بالتأكيد المخاطر الإلكترونية هي، بما أن التعاملات المالية الرقمية هي أساسها مبني على الإنترنت والأجهزة الذكية، فبالتالي جميع المخاطر التقليدية للاختراق والاحتيال الرقمي معرض أن تكون المعاملات المالية الرقمية معرضة إليها. فبالتالي الشركات المختصة بالمحافظ الإلكترونية أو التعاملات الرقمية طبعا اتخذت الإجراءات كاملة وأعلى الاحترازات لحماية المستخدمين والبيانات المستخدمين، مثل استخدام بوابات آمنة، بوابات دفع آمنة، تشفير التعاملات بين الأفراد والشركات والعكس، وكمان تشفير البيانات الأفراد والمستخدمين. هل العالم التكنولوجي حاليا مستعد للتصدي لمخاطر المعاملات المالية الرقمية؟ طبعا هو معتمد على شقين. موضوع جاهزية البنية التحتية للدولة أو للمؤسسة التي تطرح هذا النوع من الخدمات، والموضوع الثاني هو الوعي الرقمي للأفراد. فالأفراد أو الأشخاص اللي بيستخدموا هذه التكنولوجيا يجب أن يكون لديهم وعي رقمي، بما معنى أنه أعرف كيف أستخدم الخدمة وأعرف كيف أدير هذه الحسابات اللي أنا موجودة معي على هاتفي الذكي أو الأجهزة الذكية تبعي. فبالتالي أنا انتقل الخطر من أنه مثلا بطاقة الائتمان تسرق أو أنه تسرب معلوماتها، إلى أن أستطيع حماية الجهاز الإلكتروني أو الجهاز الذكي اللي أنا أمتلكه، لأنه يحتوي على بياناتي المالية كذلك. فهي شقين، يعني الوعي الرقمي لدى الأشخاص والجاهزية البنية التحتية التكنولوجية لدى الدولة والمؤسسات. سيد أيمن قدورة مهندس تكنولوجيا المعلومات، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. نهاية الفقرة وإلى اللقاء.